أذكر لما كنا في المركز الصيفي في إحدى السنوات، طلاب في المرحلة المتوسطة، وكان هناك خصومات، يعني حتى طلاب المرحلة المتوسطة آنذاك فيهم ناس يعتبرون يعني أصحاب اتجاه إسلامي إن صح التعبير، وفي ناس على الأقل نحن كنا نعبر عنهم بتعبير آخر، وهم هناك يعني كان حالة من الاختلاف بسبب التيارات الفكرية والسياسية الموجودة آنذاك. فأحد الشباب ألقى كلمة في أمسية، عنوان الكلمة هكذا علمتني الحياة، وأخذ من كتاب الشيخ الدكتور مصطفى السباعي بعض الحكم وقرأها. الطالب الذي جاء يعلق على هذه الكلمة هو من تيار آخر يعني كما كان يصنف، فتكلم وعلق وقال يعني أنه فلان قال هكذا علمتنا الحياة، ونحن نرجو له أنه يتخرج إن شاء الله قريبا من مدرسة الحياة. طبعا هذه واضح ماذا يقصد بها، يعني هو يدعو عليه بالموت، يعني يقول إن شاء الله يتخرج قريبا من مدرسة الحياة. أو يمكن يكون حنا فهمنا كلامه بهذا الشكل لأننا مشبعون، كنا بنوع من الشك المتبادل، هذا أيضا وارد. الشاهد أنه يقول لك أنه الطالب يدرس ثم يدخل الامتحان، هذا في الكلية. أما في الحياة فإن الطالب يدخل الامتحان أولا ثم يحصل على الدرس، فالدروس الحياة إنما هي امتحانات نقوم نحن بممارستها ثم نحصل على نتائجها.